أهلا بكم. أنور بريس تستضيف مجموعة من المثقفين ليتحدثوا عن يومهم أو يومياتهم في زمن كورونا. كيف يقضون يومهم؟ ما علاقتهم بذلك الحجر والوحدة؟ هل وجدوا أنفسهم بالفعل في لحظة لإعادة العلاقة مع الكتب أو مع الكتاب؟ لإعادة العلاقة مع البيت، لخلق نوع جديد من الحميمية في ظل هذا الوضع، وضع لم نختره، لم يختره المجتمع ولم تختره الإنسانية. مثقفون طبعا دائما يعتمد عليهم في الإدلاء برأيهم في مثل هكذا أزمات. نستضيف مجموعة من مثقفي مدينة مراكش، فكونوا معنا خلال هذا اللقاء ولنستمع ماذا يقولون. في البداية تحية طيبة إلى الأستاذ والإعلامي سمو أحمد المبارك الموسولي وإلى كل المشاهدين، تحية تقدير إلى كل المتواجدين في الصفوف الأولى في مواجهة الأزمة. جوابا على سؤال الثقافة والجائحة أو المثقف وأزمة الوباء، أتساءل عما يمكن قوله في دقيقتين حول تحديات عديدة على المثقف أن يخوضها وأن يربح رهاناتها الكبرى. لابد أولا من القول أننا لا نملك خيارا، وقد صرنا اليوم كائنات بيتية، سوى الاحترام الكلي لقرار الحجر الصحي والحرص على تطبيقه ومحاولة تدبير تواجدنا بالبيت بشكل يضمن الاستفادة منه. صحيح أننا نعيش وحدة استثنائية على نحو غير مسبوق، لكن لا يجب اعتبارها عزلا بالمعنى العقابي، بل فرصة ثمينة يمكن الاستفادة مما تتيحه من متع حسية وفكرية عديدة. فيما يخص الإجابة عن السؤال، أظن أن الأزمة الحالية التي تواجهنا الآن بتحديات كبرى، والتعويل على المفكر والمثقف والمبدع بات رهانا لا مناص منه من أجل تأسيس وعي نقدي جذري حول مفاهيم ومفردات وجودية كبرى كمفهوم الذات والهوية والأصل والبداية وإلى آخره. الأزمات لا ينبغي أن تكون مصدر خوف، فالأزمات الكبرى هي فرصة ثمينة أمام الشعوب من أجل بناء منعطفات إيجابية في تاريخها. والتاريخ يشهد أن المشاكل والأزمات ليست دائما عقبات أو عوائق، بل هي ثروة رمزية تستثمرها الشعوب شريطة أن تكون جديرة بمشاكلها وأزماتها. بالطبع أتحدث هنا عن الشعوب الحية المؤهلة التي تحول الأزمة إلى حافز للبناء والرقي بدل النقوص والارتكاس الذي يشكل عائقا حقيقيا في مواجهة الأزمات. وأقصد بالطبع صناع الخطاب الديني ومحترفوه الذين عودونا على ترجمة كل مشاكلنا في معجم ديني تقليدي بئيس يرى إلى ذاته كحامل وحيد للحقيقة. لذلك أظن أنه من المسخرة مواجهة الوباء بالخرافة والجهل والقصور الفكري والعلمي وبمؤسسات معطوبة ومنظومات تبني دكاكين الأوهام وتحارب العقل والفكر والجمال وتبيعنا الزيف الذي يجعلنا نستمر في الطريق بالغياب ذاته وبالبلاهة ذاتها. أنتم تعلمون أن أشد الحروب خطورة تلك التي يشنها علينا عدو داخلي يقيم في داخلنا لا خارجه. أخيرا أقول سينتهي الوباء وستتغلب
الإنسانية حتما عليه، وسينهض صنف جدير من الشعوب أقوى مما كان عليه قبل الوباء، فيما ستغرق للأسف الشعوب غير الجديرة في تخلفها. وعلينا أن نسأل الآن ومنذ الآن بالعمق المطلوب أي صنف نختار أن نكونه. علينا أن نسأل، لأن لا أحد سألنا عن شكل الحياة التي نعيش، ولا أحد سيسألنا أي شكل للحياة نختار أن نكونه بعد كورونا. وشكرا. نساء النور، جوابا على سؤالكم الوجيه كيف أقضي أيام العزلة الطارئة في هذا الزمن الاستثنائي الصعب والحذر والمليء بالهواجس والالتباس والغموض والوضوح الشديد كذلك، وبالتناقضات والذي نحتاط في صرنا في أكثر حيطة وحذرا. في الحقيقة صباحا أقضي في مطالعة بعض الكتب التي تنتظرني أو التي أهملتها سابقا أو قرأتها وأعيد قراءتها. كذلك هناك كتب قرأتها وأقرأها باستمرار، ما بحال نقد العقل المحض ولا الاتقاء. هناك كتب أخرى دائما لم نستطيع إتمامها لظروف الحياة اليومية والانشغالات الأخرى أو الانشغال بمسائل بحثية أخرى. إذن في هذه فرصة من أجل قراءة ما لم يقرأ بعد، هذا من جهة. من جهة أخرى أخصص وقتا آخر للكتابة، وإن كانت الكتابة في هذا الظرف يعني عصية جدا، ليست بذات السيولة التي نعهدها في الأيام الأخرى، بالرغم من أن الأيام الأخرى هي أيام انسيابية، أيام مفتوحة، ما هذه أيام عزلة، أيام منغلقة. وإن كان للكتابة منطقها الخاص في العزلة، ولكنك أن عزلتك هي في العالم، منفتحة على العالم أجمع، بينما هنا عزلتنا هي في تكاد تكون منغلقة على ذواتنا، وهي مفتوحة على العالم بطريقة غير مباشرة، من حيث أننا نتتبع أكثر الأخبار. هذا جزء من أيضا من الوقت الذي نخصصه لمتابعة الأحداث في العالم وكيف التطورات إلى غير ذلك. فلا حدث سوى حدث الكورونا، يعني أن هذا هو الحدث الأساسي من حيث الانتشار أو من حيث الانحصار وهكذا. أيضا وهذا شيء إيجابي بالنسبة لهذا الزمن، فنحن نتعلم تدبير الاقتصاد والاستهلاك المحكم في هذه الظروف ثم هناك الانفتاح على الأسرة أكثر، من حيث أننا نستعيد وجهات النظر مع الأبناء ومع الأسرة عموما، وبذلك يعني نحاول أن نقضي هذا الوقت، أو في مشاهدة بعض الأفلام كذلك. نتمنى للجميع السلامة، وأن يخرجوا أن يكون لهذا الحدث ما بعده، من حيث التدبير المحكم، من حيث علاقاتنا، من حيث الحفاظ على جوهر الحياة وطبيعتها. إجابة عن سؤال كيف أقضي يومي، صراحة قضاء اليوم في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها الإنسانية هو ينقسم إلى عدة أقسام حسب تخصص كل شخص فينا واهتماماته وعلاقته أيضا بالواقع وبذاته وبمحيطه وبأسرته.
أولا هناك الأشياء العادية التي يمكن أن ندخل فيها كل ما هو أسرة، منزلي إلى غير ذلك، وهناك بعض الأشياء التي تخصني شخصيا. أولا فيما يتعلق بارتباطي بالعمل، فأنا أقدم الدروس عن بعد كبقية الناس، لدي طلبة يعني آخذ بيدهم وأدعمهم، خصوصا أن البعض فيهم خائف في هذه اللحظة، وهم كأساتذة المستقبل لابد من تعليمهم كيف يمرون أيضا من هذه اللحظات العصيبة، لأنهم هم أيضا في الواجهة. وننتبه إلى أن أيضا الأساتذة يدعمون الناس في هذه اللحظة العسيرة من الحياة، يطلبوا المساندة والدعم القوي. وهنا أود أن أدخل إلى ما هو ذاتي، بحيث كيف للشخص أن يجعل من عزلته لحظة ذاتية وحميمية للتأمل، ويفكر في إعادة يعني العلاقة بالحياة وبالناس وبالأشخاص. فنحن في الغالب ما عودنا الخروج خارج البيت على الاهتمام أكثر بالتافه، والاهتمام أكثر بالزائد، والاهتمام أكثر بالعلاقات التي يمكن أن تكون فائضة عن الحاجة، رغم أنها علاقات إنسانية. اليوم نحن ممكن أن نقول على أن الزهد هو ليس مرتبطا بما هو يعني اقتصادي، ولكن الزهد في كل ما يمكن أن يكون يعني خاليا مما هو زائد في الحياة، بحيث أنه ثبت اليوم على أن الإنسانية يمكن أن تتخلى عن بعض الأشياء الزائدة، وأن تنتج الجديد، وأن تنتج تدفقات كثيرة من الإنسانية. نحن اليوم في حاجة إلى الحب، في حاجة إلى التضامن، في حاجة إلى بعضنا البعض، ولكن أهم شيء هو في حاجة إلى كسر عزلتنا الذاتية. كيف تعيش عزلتك الذاتية، تعيش رهبتك الذاتية، ولكن تقدم للآخرين وجها آخر، على أنك تحب الحياة، وعلى أنك متمسك بها، وعلى أن الحياة تستحق أن تعيش، وعلى أن الإنسانية ولو مرت من أزمة فهي لن تنتقل إلا إلى اللحظات المفرحة وإلى اللحظات الأخرى حية. بالإضافة إلى ذلك، أجدني أيضا مهتما بمشاريعي في الكتابة وبإنتاجاتي وببحثي أيضا. وهنا أقول بأن لولا القراءة ولولا الكتابة لما قتلتنا العزلة صراحة. قد أستنبط يعني اللفظ من نيتش الذي قال: لولا الفن لما لقتلتنا الحياة ولقتلتنا الحقيقة. نحن اليوم أمام حقيقة معينة جدا، ولكن هذه الحقيقة أظهرت لنا علاقتنا بأشياء أساسية في حياتنا، وهي إعادة التفكير في كيفية وجودنا، في كيفية حياتنا، في عيشنا، كيف نحول منازلنا الضيقة. لأن أنا لا أتحدث هنا عن المساحة، ولكن أتحدث على أن الشخص حينما يكون داخل منزله يتحرك فيه، مهما كان صغيرا أو كبيرا، فيلا أو يعني سكن يعني بسيط أو غير ذلك، كيف يمكن أن يحوله إلى ذات ممتلئة، وإلى مجال ممتلئ أيضا، وإلى أيضا لحظة يمكن للإنسان أن يتدبر فيها أموره. نحن اليوم الإنسانية تتخلى عن الكثير من الأشياء، ولكن تعد للحظة الروحانية خاصة، تربية الروح. هنا حينما أتحدث عن تربية الروح ليس بالمعنى يعني الديني الخالص، ولكن أتحدث عن تربية الروح بالمعنى العودة إلى الذات، تأملها، علاقة الإنسان بالآخرين، علاقة الإنسان بالعالم، بوضعه في العالم، نحن الذي سنعيشه، كيف سنكون فيما بعد. الأكيد على أن الإنسانية ستعيش هذا يعني هذا البعد لمدة طويلة معينا، ولكن هذا البعد الذي نحن أقرباء فيه لبعضنا البعض، بحيث أنه يعني ثبت اليوم على أن الإنسانية حينما تقترب من بعضها البعض فإنما تقترب من أجل تضامن وخلق ذاتها من جديد، بغض النظر عن اللحظات الكئيبة والمتشائمة. وهنا أود أن أثير شيئا أساسيا على أن الإنسان في ذاته أيضا يمكن أن ينتبه إلى بدنه، لأن هذا البدن وهذا الجسد هو المدخل الأساسي للروح. مارسوا الرياضة، اهتموا بالرياضة، لذلك أنا أتحدث معكم اليوم بلباس الرياضة. فهناك الكثير من التقنيات والكثير أيضا من اللحظات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان لحظة يعني انتشائية مع ذاته. فترويض العقل يحتاج إلى ترويض البدن، وترويض البدن يحتاج إلى أيضا الاكتفاء بلحظات زهد. هنا غادي نجي للاقتصاد، يمكن للإنسان أن يغير أيضا أسلوبه فيما يتعلق بالأكل، وفيما يتعلق أيضا بالمشرب. يمكن أن تكتفي بالقليل، ولكن القليل المفيد. وهناك أيضا مسألة أثير إليها يعني بشكل آخر، رغم أن الوقت ضيق جدا، وهي مسألة الزمن. صراحة وأنا أمر من هذه اللحظة التجربة الذاتية، يزحف الليل على النهار، ويزحف النهار على
الليل واختلطت عندي الأوقات، ولكن لا شيء يزعل يعني يجعلني أقسم العمل يعني الوقت إلا التزامات العمل في حد ذاتها. ولكن هذه اللحظة التي نعيشها في علاقتنا مع الزمن هي أيضا لحظة فلسفية أنطولوجية عميقة يجب للإنسان أن يهتم بها. أتمنى أن تكونوا بخير وأن تصمدوا وأن يعني تستعدوا نفسيا لمجابهة لحظة الفرح ولحظة الخروج ولحظة المتعة ولحظة اللقاء. دامت لكم الأفراح. أهلا بالأصدقاء والإخوة في أنوار بريس، الذين أشكر يعني طاقمهم التقني على هذه الاستضافة. بالنسبة للطقوس التي يعني ندمن عليها خلال هذا الوباء، هي بكل صراحة طقوس لم تتغير. لماذا؟ لأن بالنسبة لي اعتدت العزلة منذ زمان، والعزلة هي يعني بكل صراحة خلاص خلاص كل كائن بشري، لذلك فطقوسي لم تتغير وهي كالتالي: استيقظ صباحا وحاول الاشتغال لمدة حوالي 3 ساعات أنكب فيها على قراءة بعض النصوص أو الكتب الفلسفية التي تخصني. في هذا السياق أحرص كل حرص على الإنصات للموسيقى لأنها تنعش، أقصد موسيقى باخ، بيتهوفن، بيزيت وآخرون. بعد هذه الفترة الصباحية أتناول وجبة الغداء وأخذ قيلولة لمدة نصف ساعة تقريبا، متسليا ب يعني أشياء يعني الكلام مع العائلة وهكذا إلى حدود الساعة الثالثة زوالا، حيث أستعيد قواي وأبدأ في قراءة بعض الروايات، خاصة روايات بوكوفسكي وأشعاره التي صرت مدمنا عليها مؤخرا. كما بين الفينة والأخرى يعني أقوم بتوضيب بعض الكتب ومراجعتها إعدادا لها يعني للنشر. مباشرة بعد ذلك يعني أحاول أن يعني أستمتع وأستلذ بغروب الشمس، لذلك أصعد إلى سطح العمارة التي أقطنها لكي أتملى هذا الغروب، وأمكث هناك حتى يعني حلول الليل. مستلدا بالسماء المرصعة بالنجوم كما يقول كانت، هذا البهاء النادر الذي تحجب عنا زحمة المدينة وأضواؤها. وبكل يعني باختصار يمكن أن نقول أن هذه اللحظة، لحظة الكوارث، هي لحظة ينبغي الإنسان أن يستعيد فيها ذاته وأن يعني يتملى مصيره حتى يقوم اعوجاجاته ويفتح له أفقا آخر في الحياة.